عالأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان. تعويذة أهدى وهي خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر الأخر أسوان. ما كانش ينفع تسيب المستشفى يا يحيى. لو سبت جميلة واللي معاها يوصلوا للي هم بيخططوا له يا بابا، مش هيبقى فيه مستشفى، مش هيبقى فيه بلد بنعيش فيها اصلا. بس احنا ما عندناش معلومات كفاية عن الناس اللي قرينا اساميهم يا يحيى. سينو ونونيا هيساعدوني، وانتوا كمان انا محتاج لكم معايا، مش هقدر اواجههم لوحدي، خصوصا بعد ما عرفت موضوع الروبوت اللي شبهي ده. هتعمل ايه معايا يا يحيى؟ ده ليه خطة لوحده، بس الاول اوصل لهم. خليك انت مع ماما يا بابا، وكفايه معايا الاستاذ عصام وكنوز. اتروعة! هم اتاخروا ليه؟ انا كلمت كل تجار الحبوب زي ما قلت لي، والمفروض ان هم على وصول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده، جايبنا على ملا وش هنا عشان طفل؟ هو ده اللي هيكسبنا ذهب واكتر من الذهب. ماشي يا حبيبي، قول اللي عندك. النيل هيجف السنه دي. ايه دي، ساعتها تبقى مصيبه. شفتوا بقى الكلام، اسمعوا للاخر، هتكسبوا. فرصتكم الوحيده انكم تخبوا القمح والحبوب اللي عندكم اليومين دول، ووقت الجفاف الارداب اللي بدينار هيبقى بمليون دينار. ايوه بس ده يبقى حرام، احنا ربنا يلعننا لما يبقى معانا اكل للناس ونخبيه عنهم عشان نكسب اكتر. ومين قالك انهم مش هيعملوا كده لو كانوا مكاننا؟ يا اخوانا دي تجارة، والتجارة شطارة. وخلينا نشوف، احنا نقلل بيع اليومين دول، ولو النيل جاف فعلا يبقى احنا امننا قوتنا وقوت عيالنا وكمان كسبنا. هو ده الكلام الموزون. ده غير ان الصراع بين الوزراء الفاطميين وضعف الخليفة هيخلي محدش يراقبكم ولا يراجع على تصرفاتكم. ها قلتوا ايه؟ فكرة عبقرية نقضي بيها على كاموس ملك كيميت. الجميع مستفيد يا مولاي. ملكك هيزيد، وهتضمن عدم وجود اي حملات على الجنوب، وملك الشمال هيسيطر على جزء من طيبة ويضمن الاستقرار آلاف السنين لقدام. جنودي هيكونوا جاهزين في الوقت المحدد، هننتظر الإشارة ونبدأ الهجوم. أنا لسه كنت بقول هتوحشني يا يحيى، شفتك بسرعة قوي المرة دي. الموضوع المرة دي خطير قوي يا سينو.
المصايب هنا وفي العصر الحديث. بتقول حاجة يا سينو؟ لا 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 لا، بقول نورت يا يحيى. إيه اللي حصل؟ أول مرة أحس إن الخسارة المرة دي مش مجرد حدث هيتغير، الخسارة هتبقى شريان الحياة في بلدنا. احكيلي يا يحيى وأنا هساعدكم مهما كان. الروبوت اللي شبهي وجميلة هنا يا سينو، ومعرفش مكانهم فين بالظبط، لكن كل اللي أعرفه اسمين مكتوبين على ورقة، وانت ونونيا اللي هتقدروا تساعدونا. وايه هما الاسمين دول؟ خيان هار سيد الأرض المهجورة. إيه؟ ونجمة بنت مصباح سيدة الكهف. خيان هار؟ كده يبقى الموضوع فيه كارثة. ده كاهن هكسوسي شرير هدفه القضاء على كيميت. طيب ونجمة بنت مصباح؟ الاسم ده لا ينتمي للعصر اللي احنا فيه. يبقى لازم نونيا تساعدنا. أستاذ عصام، أنا هفتح لكم البوابة السحرية عشان تقابلوا نونيا وتعرفوا إيه اللي بيحصل، وأنا وسينو هنحاول نوقف اللي بتعمله المنظمة هنا. وإحنا هنتصرف إزاي من غيرك يا يحيى؟ ما تخافيش يا كنوز، أنا هكون موجود، بس أفهم إيه اللي بيحصل هنا الأول. أنا جيت يا... إيه ده؟ أمال فين يحيى؟ يحيى موجود، بس مع سينو في عصر الاضمحلال التاني يا نونيا. واحنا هنا علشان مفيش وقت ولازم نتحرك في اكتر من زمن. ايه اللي بيحصل؟ قلقتوني. تعرفي مين هي نجمة بنت مصباح سيدة الكهف؟ عرافة شريرة بتوهم كل اللي حواليها انها تقدر تغير مصير العالم عشان تنصب عليهم وتاخد مالهم وذهبهم. لازم نوصل لها. شبيه يحيى وجميلة بيخططوا لشيء وهي جزء منه. نفذت المطلوب منك، والأكل في المحروسة قل، والناس مش لاقية قمح دلوقتي، بس هنفذ طلبكم. بحق طريق الشر وتعويذة الرحيل، ارحلي عنا يا مياه النيل. بحق ضرب الخراب والسحر الرجيم، نطلب منك القضاء على النهر العظيم. عند أقل مستوى للنيل في مصر ارمي اللي جوه الإزازة، وبعدها بدقايق هتشوف النتيجة بنفسك. ست وبعل تجسدوا بقوا صدخ، ودي عصاية صدخ اللي ممكن تساعد صاحبها في أي شيء، في أقل منسوب لمية النيل. نزليها وبعدها بدقايق هتشوف النتيجة. من ست وبعل وصدخ دول يا أبلة جميلة؟ ست هو رمز الشر عند قدماء المصريين، ومع احتلال الهكسوس دمجوا بينه وبين مقدسات تانية عندهم، وبقى في رمز جديد ليهم اسمه صوتخ. كده يبقى احنا على بعد خطوة واحدة من هدفنا. زي ما اتفقنا يا سينو، لازم نظبط نفسنا بالثانية. يحيى، انت امتى اعتمدت عليا وانا كسفتك؟ ما بخافش غير من ثقتك الزيادة دي في نفسك. النار مش هتنفعك أيها الكاهن. أنا قلت لك النار مش هتنفعك، اسمع كلامي. أنت أكيد قوة أكبر من قوتي أرسلها صوتخ. أمرك يا مولاي. أنا أقوى من صوتخ ومن كل مقدساتك. أنا يحيى حارس الزمن والتاريخ. احكيلي على آخر حد زارك هنا. إيه ده؟ الضلمة دي؟ المكان مخيف جدا. عنكب احجم عليهم. اجري يا كنوز، اجري 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 يا كنوز. إيه ده؟ Ah!
السحر ما يوقفوش غير سحر أقوى منه. هعمل كل اللي تقولوا عليه، بس سيبوني. آخر يومين منظارك، وكان عايز إيه؟ إحنا جايين هنا ليه يا يحيى؟ ها؟ عشان نحذر الملك كاموس. طيب وجميلة؟ إحنا هنا عشان هدفين يا سيني. الأول نحذر الملك، وبعدها الملك نفسه يساعدنا نلحق جميلة قبل ما تعمل اللي هتعمله وتأذي نهر النيل. أفهم من كده إنك هتظهر للملك كاموس. لأ، هظهر للملكة إياح حتب والدة كاموس. محتل الشمال كل يوم قوته بتزيد، عشان كده لازم نكون مستعدين طول الوقت. والدك الملك سقن رع كان كل أمله يشوف قيمة حرة، لو ملحقش يحقق الحلم ده في حياته لازم إحنا نحققه، وأكيد روحه في الحياة الأخرى هتكون معانا وحاسة بينا. معاكي حق يا أمي، وأنا هعمل كل اللي أقدر عليه علشان كمت. إحنا تعلمنا التضحية منك ومن والدي. بعد إذنك يا أمي لازم أتابع تدريبات الجنود. يحيى، أنت كنت فين طول المدة دي؟ بحاول أنقذ اللي أقدر عليه يا مولاتي. الحرب ما بقتش مجرد ميدان معركة فيها الجيش الأقوى هو اللي بيكسب، الحرب بقت أشرس والعدو أذكى بكتير. أنا مبسوطة أني شفتك تاني. وأنا كمان، لكن للأسف السبب اللي أنا جاي عشانه مش حاجة سعيدة أبداً. محتل الشمال وحاكم الكوشيين اتفقوا يهاجموا الملك كاموس في نفس الوقت. إيه؟ وفي مجموعة من الأشرار هدفها خفض منسوب مياه النيل عشان أهل طيبة يموتوا من العطش والجفاف. مش ممكن، إزاي؟ قولي كل اللي عندك يا يحيى وأنا هبلغ الملك ونتحرك في أسرع وقت. اقبضوا عليها ودوروا على الشخص اللي معاها. يحيى، لا 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 يا يحيى، أرجوك يا يحيى. كده أنا عملت كل اللي عليا في الزمن ده. اتروعة. تفتكر النيل هيجف فعلا؟ أكيد. يا فرج الله يا فرج الله. بقولك إيه، هات القمح ده. سيبه، أنا اللي هاخده. تاخده إيه؟ ده أنا شاري الشوالين دول بدهب مراتي كله. حاسب، بقولك أنت اللي بقولك حاسب، ابعد عن اللي شوالك. القمح هيقع، بقولك حاسب ما تشدش. الحمار، امسك الحمار ده، حل عليه. أنا اللي هاخده. عاوزين ناكل لحمه. أيوه نذبحه. تذبح مين يا راجل أنت؟ هو إيه اللي بيحصل؟ المجاعة للأسف المنظمة سبقتنا. أكيد لسه عندنا فرصة، لازم نوصل للروبوت اللي شبه يحيى. خلاص، المجاعة حصلت بالفعل، ومصر ما مرش عليها ظروف زي دي قبل كده. المواشي ماتت والناس بقت تاكل أي حاجة ممكن تتاكل، حتى القطط والكلاب. قطط وكلاب، وأكتر من كده كمان يا كنوز. اللي كان معاه رغيف عيش في الفترة دي كان ممكن يبيعه مقابل قصر. للدرجة دي المجاعة أثرت في مصر في الزمن ده؟ أيوة يا حل، وأكتر من كده بكتير. يبقى لازم نتصرف. صدقوني صدقوني، أنا ما أعرفش حل للي بيحصل. أنا نصابة وباكل عيش. الإزازة اللي خدها مني دي فيها مية عادية. هو ده اللي تسبب في الكارثة. منسوب النيل قل بشكل طبيعي، فالزراعة ما أنتجتش محاصيل في موسم الفيضان، والتجار مخبيين القمح وبيبيعوه خارج المدينة. التجار بدل ما يساعدوا الناس اللي كانوا سبب في ثروتهم وزيادة تجارتهم بيخبوا عنهم الأكل. يبقى الحل قدامنا وإحنا مش واخدين بالنا. تقصد إيه يا يحيى؟ الحل إن التجار يرجعوا القمح تاني للسوق. مين اللي هيجبرهم يعملوا كده؟ الخليفة اللي أسره أصبح على البلاط وبيعاني زيه زي الشعب. التجار مش هيعملوا كده إلا في حالة واحدة بس، حل كتب التاريخ قالت لنا عليه. وإيه هو الحل ده؟ هقولك يا يحيى، بس ده هيخلينا محتاجين مساعدة نونيا أو سينو. أنا أصلاً عاوزهم يساعدوني في خطة تانية خالص. هم اتأخروا قوي كده ليه؟ أكتر حاجة كرهتها في الزمن ده إنه ما فيهوش أي إشارة أقدر أتواصل بيها مع مركز المعلومات الخاص بيا. أنا مصمم إني أعرف كل حاجة، ما ينفعش أقول كلمة معرفش. طب أنا ما عنديش مركز معلومات، وبرضو ما بقولش أبداً كلمة معرفش. أنت في زماننا بيسموك فتاي على فكرة. فتاي؟
الكلمة دي عندي في قاموس العامية وليها معنى سيء، دي إهانة وهردها لك لما نرجع. ده لو رجعت أصلا. يحيى ما تحاولش، كل الأماكن اللي هينفع تهرب منها مقفولة كويس قوي. إيه ده؟ أنتوا بتحاصرونا ليه؟ إحنا عملنا إيه؟ ده شبهي طبق الأصل، بس أنا أذكى بكتير. أنت مجرد بشري، قدراتك محدودة، حتى المسائل الرياضية البسيطة ما بتعرفش تحلها. إنما أنا كل العلوم والتواريخ متخزنين في ذاكرتي ومستحيل أنساهم. مش هتفرق كتير، أنت من النهاردة هنعتبرك هدية غالية من المنظمة لينا. مش هاجي معاك يا يحيى، أنا مبرمج إني لو شفتك ومعرفتش أنسحب إني أخلص منك. ها قوم يا عم روبوت يحيى. أنت يا أخوانا حد يعمل له ريستارت بسرعة. أنت إزاي عرفت توقفه؟ فضولي كان قال لي على مكان الزرار اللي بيخليه يشتغل أو يفصل. إحنا عملنا اللي أنت عاوزه يا يحيى، ودلوقتي لازم نعمل اللي قلتلك عليه. المجاعة ممكن تقضي على كل حاجة هنا. رحلة على الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان. تعويزة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر لآخر أسوان. كانت في طريقنا دوام.